هتتجوزي المبهر أم المتربي؟ كل بنت بيشبهها الشاب المبهر في شكله. وكيف تعلمين أن أخلاق من قمت باختياره بالفعل جيدة؟ أنا هقولك تعرفي الإنسان المتربي من علاقته بأهله. حكاياتها بلسانها. زينب حيدر تحكي كيف كسرت تقاليد معاملة البنات في الصعيد واستقبلها أهل بلدها باللافتات. عايز أقولك أن جيراننا فتحوا البيبان وعملوا التلفزيون زي ما يكون ماتش بين الاهلي والزمالك كده، وكان ابويا في الوقت ده كان قاعد في قهوه في الشارع بيقول لهم دي بنتي. ومن اسئلتكم، هل القتل في خناقه يعد من الناحيه القانونيه دفاعا عن النفس؟ والله ممكن تصنف في غالب الاحوال ضرب افضى الى موت في مشاجره. برنامج حكايات نهاد السبت 14 ديسمبر في 6 مساء على القاهره والناس. أهلا بكم في العاصمة.